هلا والله، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. انا اسرار، واليوم حسوي المتابعين يتحكموا في حياتي. انا ما قد سويتها قبل بس متحمسه اسويها. انا دحين في دبي، عشان كذا لابسه كذا. اول سؤال سالتكم هو ايش البس؟ عندكم هذا اللبس رقم 1 وهذا اللبس رقم 2، فانتوا صوتوا على هذا. اوكي، هذا هو الانستغرام تبعي اسرار عارف. اللي بعده ايش اشرب؟ عندي هنا كابتشينو وعندي هنا شاي. وانتو صوتوا على الكابتشينو، كويس، لاني ابى شيء يفوقني اليوم. اوكي، حطينا سكر في الكابتشينو، يلا نشرب. من السرعة شوفوا كيف المسكرة كل مكان. اوكي، اللي بعد سألتكم انه اذا اقدر اشيل البقعة ولا لا، قلتولي لا 43%. ليش؟ و 57% قالوا ايوه صح نشيلها، اللي هي بقعة مسكارة ترى على فكرة. نو ما انشالت 100% بس خفت. اوكي، سألتكم في الانستغرام اذا اعطي انس مصروف 1 درهم ولا 100 درهم، وانتو جاوبتوا نعطيه 100 درهم. ياي الحد اشتري باب. حلاوة حلاوة، انا عارفة. لا مو حلاوة. ها اشتري لعبة. اوكي، اشرب. كده بسألتكم على انستغرام اذا اخذ سكريم مجانا ولا لا. ايوه يمي، مين ما يحب الاسكريم المجاني؟ انت ايش تبغى؟ قول لها. مانجا؟ مانجا قول لها. اوكي عزة، سألتكم. سوري كان اي؟ نو بروبلم. يا. اتس فاين. يا. هاي. ها؟ يوتيوب شانل؟ اي دو. اي هاف 1 مليون سبسكرايبر. اميزنج. ثانك يو. اوكي، ماما من اول تبغى بودرة، فسألتكم في الانستغرام هو ميك اب يعني ميك اب، اذا اجيب لي ماما هدية ولا لا؟ فجاوبتوا ايوه، جبت لها بودرة. اشترينا خلنا. سألتكم في الانستغرام اذا اروح الطيارة ولا اروح كوستا، وانتو جاوبتوا على كوستا، فيلا رايحين ان شاء الله بتروح علي الطيارة. اوه، كروسان اللوز مرة احبه. انس حتعزمني صح؟ بمية درهم اللي اعطيتك اياه؟ الباقي لي مالي صلاح. وش تبغى بالدراهم؟ خلاص رجعنا السعودية، رجعين رجعين. سو اوكي، انا قاعدة هنا في كوستا وطلبت الكروسان، الطيارة لسه. جايز انا لازم اروح، ترى الطيارة دحين بتطير دحين. يا الله خليتني اقعد في كوستا. يلا مع السلامة، باي، اشوفكم فيديو تاني ان شاء الله، اشتركوا تحت، باي.